السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عساكم طيبين يا اخوان، ورجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدأ لكم الفيديو يا رجال، اتمنى انكم تحطوا لايك واشتراك على المقطع، لايك واشتراك بالقناة، الله ربي يسعدكم. الجيم بلاي اليوم تبعنا عن زيفا. طبعا مثل ما قلنا في البث، سألنا الشباب انه شو نصور لكم بكرة جيم بلاي وهكذا، حكوا انه صور عن زيفر وصورنا لكم جيم بلاي. طبعا زيفر يرجع من حاليا من الشخصيات، يعني البليك خلينا نقول 70% يأدي، 70% يأدي معاك في الليج، لأن ما في زورو، ما في من يشيل للطور، وهو مثله مثل شانكس الباف، ما عنده تريتات، يعني إنه ما عنده زيادات لحتى مثلا يشيلوه للطور. ما كان في غير زورو هو اللي معذبه، وترى يدمج دمج رهيب يعني على الشخصيات، يدمج بشكل. خلنا بس بقرأ لكم على الباور يوزر، يعني الكاركتر الباور يوزر نورمال اتاك شانس تو انكريز دامج تو كاركتر تيب باور يوزرز، كاركتر يعني عنده زيادة دمج على اللي عندهم فواكه شيطان 30%، فهو عامية على الشخصيات اللي عندها فواكه شيطان مضاد للعلاج. شخصية جبارة وممتعة بشكل، حاليا كونه ما حد يشيل الطور تبعه، شخصية جدا ممتازة. الميداليات يا رجال، عطيه ميدالية اولتي، هلا ميداليتين كايدو، شوف باعوص الشحن، ميدالية كايدو الاتاكر وكايدو المدافع شارحين لكم اياها. ميدالية اولتي مفيدة لزيفر للسكيل 1، لان زيفر كل قوته في السكيل 1 في الطور تبعه، فكل ما اعطي نكبات في زيفر بالسكيل 1 يرجع لي نسبة 5%، هذا تريت الميدالية للسكيلات. اكيد ماكس يا رجال، الدعم 171.5، تاجات اتاكر شتروا هات زون نيو وورد كابتن جيل الاسود ديفندر رانر باراميسيا ذا جراند لاين تاج فيشمان، و اللهم صل على النبي تاج انيمال تبع كايدو. ان شاء الله يا اخوان تستمتعوا في الجيم بلاي، طولت عليكم بالمقدمه معلش، بس شرحنا لكم هيك شيء سريع عن زيفر. مثل ما قلنا لايك واشتراك يا رجال، وان شاء الله انتم ما بتقصروا، والله هيك ان شاء الله انا كمان ما اقصر معاكم، ونشوفكم في اول جيم بلاي. ورجعت لكم يا رجال في الجيم بلاي الاول في تيم ميلوتشي شانكس الباف وياماتو الهجين، ياماتو العجين ضد كاكو لوتشي الاخضر الاتاكر لوتشي اي اكس وجارب. غريبه التيمات. العموم يعني يرجع مثل ما قلنا لكم في المقدمة، هو كل ما كثر الباور يوزر اللي ضدك، بمعنى انه المستخدمين فواكه الشيطان، استمتعت بزيفر اكثر، لان دمجه مو طبيعي بتلاحظه في قلب الجيم. هلا هون كنت انا متأكد اذا التسجيل شغال ولا لا، هلا بتشوفوا انتو بتتأكدوا بنظركم انه زيفر كيف هو شخصية تلعب تستمتع، يعني ما بجيب لك، اذا انت عم تلعب على التوب عمي ما بجيب لك توب، اما داخل تستمتع، حاب انك تستمتع في اللعبة، تحب اللعبة عن ذاتها ونفسها، فأوكي لعب يعني استمتع. زيفر بيأدي معك وبيجيب لك الفوز، ترى بغث روجر، بغث حتى شانكس الجديد، بغثها إذا كان عندك طور السكيل 1، لأن هو من الشخصيات ما بيروح منه الطور، عرفتوا كيف؟ عم نعبي الأعلام، عبينا أول عالم والثاني، وهي عم نطلع نعبي النص، والتيم شغال صح. أكبر فائدة التيم يعني للأمانة، مثلا لو معي تيم مو ممتاز كان من زماننا بالعين. هون طبعا قتال الاصحاب القدامى اللي هي جارب و شو اسمه، جارب وزيف زيفر. شوف هلا هون طلعت انا من العالم، قلت له اعطيه لبلونو برا العالم، بيعطيه يعني او ميدالية اولتي جدا مفيدة. شفت هون اجانا تيم بوست، كنا ننزل لتحت ساعد التيم كذا ولا الاخر. طبعا جارب من الشخصيات كمان ضد الكابتن وضد ضد اللي عندهم تاج الكابتن وضد طاقم روجر، ويعني دمجه قوي. نحن هذا العالم البيضة، هاي السكيل تو اللي مرة تستخدمها كل ما تموت، انا ما بستخدمها الا باوقات اساعد فيها تيمي، او اذا كنت منكوب يعني في قلب عنب مثلا متضايق ولازم استعملها واطلع الناس نوك باك، فبستعملها. لان هو هذا السكيل مثل سكيل لوتشي بطور الرانر اللي يختفي، شيل من الدم دم ثابت، شيل من الدم 70%، فعشان هيك يعني. وانا كاكو بيطلع من دمج مرتب، رغم انه هو اللي عنده تيم بوست في قلب علم، يعني 3000 دمج جدا ممتاز.
نوك باكس كله جدا خايس. كينج على فكرة ما هرب، كان بالع كمان مودع، بس فهم الخلطة وحط اجره ومشي. طبعا رجع لك هذا، يعطيك واحد بريك دانس 25250 عسل على قلبه. خلينا نلعب بالعالم، لان دام في كينج اذا انا بطلع خوفي ينزل لتحت وشفته شال هذاك العلم ويا ماتوا عن نفته، بس هرب لعندي. تيمي مو مقصر، 3-2 ولسه العلم النص عم ينشال، يعني تيم رواق. فقلنا هون ننزل خلاص نفوز 4-1 احسن سيف. تعرف ان الناس يطلع لك ممكن تخسر باخر لحظة، فدائما خليه دائما تركيزك فول. هذا كان الجيم اول، خلينا نشوف شو انجزنا. يا اخي صايره في اللوحه قبل ما تفوت على النتيجه شو انت سويت في الجيم، تعلق اللعبه ما ادري شو وضعها. على العموم 4 كلات بعالمين، يعني شخصيه حاليا نوعا ما صعب تجيب فيها ام في بي، رغم اني على البثوث كثير جبت فيها ام في بي، بس بالتصوير ما قدرت. يعني على العموم يا رجال، كان هذا الجيم الاول، ان شاء الله استمتعتوا فيه، ونروح مع الجيم بلاي الثاني. ورجعت لكم في الجيم بلاي الثاني يا رجال، في تيم بلونو اس سنيك وروجر رانر. قتال باور طبعا ضد 186,000، يعني مقبول نوعا ما ضد بلونو، روجر اتاكر، روجر رانر واس سنيك. يعني حاليا بالليج هيك قتال باور مثلا مثل اللي ضدنا ترى جدا ممتازه جدا يؤدي. طبعا هون انا فعلت سكرون عشان ما يجيني تاثيرات، نفس الوقت قلنا خلينا نشيل روجر ونقروش. يعني انا بقول انا ما بدي ادمجني، انا عملت بيرفكت مبكر، قلت لعل وعسى الاجنور سكيل روجر الرنر، الاجنور دمج ترى بيشقني بيشقني شق الاجنور دمج، فعشان هيك عملت انا بيرفكت وعملت داتش مثل ما نقول داتش مجاني، مو على سكيل روجر، على سكيل الاجنور، لان دمج روجر الاجنور ثابت على المدافعين جدا قوي، فعشان هيك يعني بيخوف سكيل روجر 1. ها شايفين سكيل 1 وعنده الاتاك مرتفع جدا رهيب. طبعا تيمي شغال صح، لون شغال صح، بس سنيك مقرفة. سنيك الشيء اللي فيها المقرف انه تنزل الاتاك. طبعا هذا بلوري لازم نلحقه وين ما يروح، لازم يعني نجيبه ونعطيه اللي في خاطره. اجا روجر قلنا نقروشه، ما نخلي نشيل على، خلص فايزين 5-0، الامور تمام ورواق وايزي يا عزيزي ايزي. خلينا نشوف مين الام في بي، شوفوا هاي قصد التعليق شفتوه بعد نزول باكج اودن والوايت بيرد صاير هيك التعليق. على العموم علم كتله واحده، يعني الجيم كان كويك على السريع سريع، بس انه شفنا لكم يعني بعض من انه شو يؤدي زيفر بالجيم، ونروح لكم مع الجيم بلاي الثالث. ورجعت لكم يا رجال في الجيم بلاي الثالث، في تيمي شانكس الباف اس سنيك وبلونو سان ضدي روجر اتاكر، روجر رانر، جوي بوي المقرف وجبوري. هلا هون انا بهذا الجيم كنت مبسوط كونه موجود لوفي وجبوري، لان حتى ترى زيفر ضد جابرا يعني اي حدا يستخدم فاكهة شيطان قوي بشكل النورمال تبعه رهيب. انا ما شفنا العالم، خلينا له شنكوس يجي ياخذ له شوية هاكي، بس ما ادري شو سوى هون شاكس، ما ادري مصمت اخذ له شيء مو تمام. شايفين دمج روجر الاجنور جدا قوي. طبعا انا اقدر له لو ما اجت السنيك، بس كفو اجت عبة العالم 150 وانا هون دمجتها خلاص جمدتها عفوا، الكل ايزي كل 6000 النورمال الشخصية لا بتجمع لك اتاك ولا شيء، و6000 النورمال فيها. ديم يا زيفر والله كان له وقت في الليج يا رجال، جالد الليج جلد بشكل مو طبيعي والله العظيم، ما يرحم اللي شوف شو اسمه. حتى ترى هذا مو مجمع دفاع ما يسوي شيء، شوف شوف ما يسوي شيء، الدمج 300 جابرة خلى دمج حاليا بالليج نار عنده، ما ادري شو وضعه هيك دمج. على العموم بنزل انا خلاص، تركت لوفي قلنا الفايت مع ممل، وبننزل له لهذا. طيب اقعد 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 حبيبي اقعد، كان وان شوت بروح، تعال تعال تعال، ما راح عرب فوق. الجوي بوي هو اللي عقلي، الجوي بوي هو يدور حراش مشاكل، ما ادري شو هو. اقعد اقعد شوف الدمج نورمال 7000، صاحي نفس اللون ترى نفس اللون، يعني زيفر
على العموم 5687 سكور. خلنا نشوف هاي التعليقة، جدا صايرة شنيعة، ما ادري شو وضعها. كفو رقم 4، كفو تيمي ما قصرتوا، جيجي لتيمي، جيجي لتيمي نضبطنا. خلنا نشوف شو انجزنا كمان كل واحد، بس انه حمينا علام، طلعنا فوق نزلنا تحت، يعني بيني وبين الام في بي 300 نقطة، ماكو مشكلة. اس سنيك معروفة يعني، هذا الشي فارغين منه. ونروح لكم على الجيم الرابع واللي هو الاخير، ورجعت لكم يا رجال في الجيم الرابع واللي هو الاخير في تيمي تركي ابو ايس وعلي لا ترحم نورين للرجال ضدي، مثل ما تشوفوا اثنين شانكس الباف بلون وروجر رونر. انا طبعا كمدافع انا من ريسبون في الجيف ناقطة من عبي، نستنى ناس تجي تتحركشنا، اما انا كوني كمدافع ما بروح لاحد، استناهم هم يجون الافضل كونه على الميدل اللي حاطها. وكمدافع عامية بدون انه تريتات الميدل، الافضل انه يجي الخصم يفايتك في قلب علمك، حالة واحدة انت بتروح على علم الريسبون تبعهم لما يكون نتيجة 5-0 لتيمك، خلاص انتو حاشرينهم. طبعا هون كانت الفكرة اعطيها لبلونو فوق، قلت ما راح يستفيد، خلينا نشيل 70% من دم شانكس، لان بلونو ما راح يستفيد لو اعطيته اياه، راح يشيل العلم وهي. اما شانكس 70% ايزي، رغم عندها سكيل 2، انا عرفان انه عنده سكيل 2 لان هو كان شايل العلم تبعهم وشايله عندي. حلو يعني منيح جاني، ليش انا اقول لكم خليهم هم يجوا، بتتفايت بتستمتع، اما اذا انت حتروح له يعني ما فيها متعة، خلاص ودع شانكس. شوفوا شانكس طاني كامسر، اذا بترجعوا على الدمج، مو هالدمج الاوبي ترى، يعني دمج اوكي شال نص دمي، يعني مو هالدمج لما يبلعها روجر، لما يبلعها روجر الاتاكر اقصد كذا، الروجر الاتاكر بيبلعها بيصير لانتاي هيل، وشو احيانا بيموت نسبة كبيرة انه يبلع ون شوت، لو انبلع اياها من قلب العلم كان بلع ون شوت. طبعا تمنيت روجر، هذا روجر رانر يضل عندي متفايت بالتيم بوست تبعه، بس اتس اوكي قلنا هون نساعد نعطيه اللي فيه النصيب. ما صبنا احد، لا والله صبنا، صبنا صح صبنا، يمكن اتوقع اللهم صبنا شانكس الباف يمكن. على العموم جالس انا في العلم استنى الناس هي تيجي، مستني احد ينزل من فوق. طبعا اعطيته هون سكيل ما ادري ليش ما اجى، الله وكيلكم ما ندري ليش ما اجى سكيل، سكيل 1 يعني السكيل اذا بترجع بتدقق انت وياه، السكيل 1 بحضنه، حضنه جاء سكيل 1 بس ما اجى، اللهم اللعبة. طبعا هون انا قلت اعطيه من برا العلم، بس الهاكي تبعه لما ضربته فزع الدنيا كلها. طب نرجع بنشيل العلم، انا هون مبسوط انه كون اجاني روجر على المدفعيات والحياة حلوة. طبعا اكل ضربة بهي الزيفر يعني النقبة كذا، اذا لمس الخصم بالسكيل 1 بهي. طبعا هذا افكر غلط، اكبر غلط لاعب روجر انه ظل عندي وما راح شال علم، يعني هو انت افضل كرانر ما ظل عند المدافع، روح كل شيل غير علم، شيل علم النص مثلا، شيل علم دي، انت قاعد عندها عم تضيع وقت على الفاضي. رغم هيك انا لو بنخسر بتلاقي تيمي ما ادري شو وضعه، لا والله فزنا هون، فزنا ما خسرنا هون في جيم للاقيام، ايه ما نزلته هذاك انا خسرنا فيه. انا شوف شو انجزنا، كفو تركي ما قصرت، يعني لاعب روجر اللي كان عندي لو راح شال العلم كان فاز، بس خلاص مصمم على العلم اللي انا فيه، شايل انا علمين بكل واحد. هذا كان جيمنا لليوم يا رجال، اتمنى انه يكون عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، الله ربي يحفظكم، ضلكم بخير، وان شاء الله انتظرونا بالمقاطع القادمة، والسلام عليكم.